أبطال الصف الأول الإعدادي، هنبدأ مع بعض شرح الدرس الخامس والدرس السادس من يونت 1 كتاب المعاصر قدامك. نفتح مع بعض بيج 45 ونقرأ مع بعض أهم الكلمات يا أبطال. كرر معايا: rising star، rising star نجم صاعد، ranking، ranking تصنيف أو مرتبة، talent for، talent for موهبة في، achievement، achievement إنجاز، victories، victories انتصارات. خلي بالك المفرد victory، هنحذف الواي ونضيف IES. opponent، opponent، opponent منافس، opponents، opponents منافسون. بانج بونج، بانج بونج كرة الطاولة. ايميل رسالة بريد الكتروني. introduce يقدم، introduce، introduce كابتن فريق، كوتش، كوتش بطل رياضي، champion، champion، champion يدهش، amaze مندهش، amazed مدهش، amazing، amazed ده فعل يا بطل. focus، focus ممكن تنفع يركز على اساس انها verb او تركيز على اساس انها noun. award جائزة، نوعها noun. informal، informal غير رسمي وتعتبر adjective يعني صفة. moral، moral مغزى اخلاقي. خلي بالك من الاختصارات اللي بين الاقواس، ان اختصار لنون، verb اختصارها v، وبيضيف لك دي او اي دي بيقول لك ده فعل منتظم، لو هو اخره ايه بنضيف له دي، لو مش اخره ايه زي فوكس على طول اضافة اي دي. طبعا اختصار adjective الصفة لازم نحفظ يا ابطال ونتفوق في اللغة الانجليزية. تعال نحل التدريب البسيط قدامنا. بيقول لنا ايه؟ complete the following sentences using the words in the books. email بريد الكتروني، award جائزة، opponent منافس، talent، talent for موهبة لي، bang bong، bang bong he won the first هو فاز بأول إيه at the age of 7. excellent award he wasn't afraid of his هو لم يكن خائف من إيه in the match في الماتش. so he beat him، he beat him بمعنى هو هزمه خلاص. هو بستخدم yes منافس. she has a great هي عندها ايه عظيم talent موهبة for drawing. she is good at playing هي جيدة في لعب bang bong. excellent يا ابطال. نكمل مع بعض قراية كلمتنا. clear واضح ملاحظ. competition، competition مسابقة. African Cup، African Cup كأس أفريقيا. improve، improve يحسن أو ينمي. speed، speed سرعة. table tennis تنس الطاولة. United Nations، United Nations الأمم المتحدة. connect يتصل. journey، journey رحلة طويلة. journey، journey، journey. federation، federation اتحاد. فيدرية، federation، federation، federation اتحاد. national، national قومي. lower أسفل. اتفقنا اختصار adjective، اختصار noun، اختصار verb، noun adjective صفة، adjective
صفة فعل منتظم. ما تنساش الاختصارات يا بطل في أول سنة عندنا السنة دي. difficults difficults صعوبات difficults difficults qualities qualities سمات dream حلم road طريق succeed 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 ينجح achieve achieve ينجز أو يحقق again again instead instead explain explain clearly clearly hard hard both both. خلي بالك يا بطل عندنا اختصار جديد adverb يعني حال او ظرف، في ظرف زمان وفي ظرف مكان. instead adverb adverb pronoun يعني ضمير pronoun 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 adverb adverb pronoun adjective صفة. وعندنا كمان verb noun. بنستخدم يا أبطال اختصارات short form دايما بنستخدمها لما نيجي نكتب الإيميل أو بنتكلم في أي دردشة. بدل ما اكتب كتير بستخدم V بتساوي كلمة very. see you see you اختصار لكلمة see you نفس النطق. thanks بس خلي بالك هنا في الصيغة الغير رسمية، يعني انت بتكلم صاحبك، ما ينفعش تكلم المدير او مدرس بالصيغات اللي موجودة في الشورت فورمز. thanks thanks لول لول اختصار لإيه يا أبطال؟ laughing out loud laughing يعني laughing اضحك laughing out loud اضحك بصوت عالي laughing out loud لول L O L laughing out loud B T W by the way by the way بالمناسبة فيما يخص B T W by the way T T Y L talk to you later take talk to you later talk 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 أو هتقول لي take 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 يعني يأخذ T A K E لكن هنا talk 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 to you later أتحدث إليك لاحقا. بيقول لي short forms are usually the first letters of each word. فعلا هي عبارة عن الحرف الأول من كل كلمة. talk to you later خدنا T من talk T من to Y من you والL من later. sometimes short forms are written the same way they sound يعني في بعض الأحيان بنكتب الاختصارات بنفس الطريقة اللي بنسمعها زي كلمة see you. الأفعال يا أبطال مهمة جدا بنستخدمها كتير قوي. choose الماضي chose التصريف الثالث chosen bring brought brought become became become see saw seen think thought thought feel felt felt meet met met speak spoke spoken make made made. خلي بالك من الباست بارتيسيبل التصريف الثالث هنستخدمه قريب جدا جدا. في امتى يا مستر؟ في حالة المضارع التام بعد have و has، في حالة الباسيف بعد is بعد are بعد was بعد where، في حالة الماضي التام had زائد الباست بارتيسيبل. احفظه من دلوقتي وتأسس يا بطل. تعال نشوف مع بعض التعريفات المهمة جدا جدا جدا. achievement achievement إنجاز a thing that someone has done very well شيء ما شخص فعله بطريقة جيدة جدا جدا. أيوة has done فعلها وخلصها خلاص
يعتبر achievement إنجاز. Yes, opponent بمعنى منافس. The people you play against in a competition. الناس اللي تلعب ضدك في مسابقة أو في مناسبة اسمهم إيه؟ منافس. Opponent. Victors. انتصارات. Successes. Success النجاح. Successes النجاحات. In competitions. النجاحات والانتصارات في المسابقات اسمها ايه؟ Victors. Focus. Focus on. يركز على. Focus on. أو تركيز. Giving special attention to something you do. إعطاء اهتمام مميز. Special attention to something. لشيء ما أنت بتفعله. Champion. يعني بطولة ولا البطل. لا يا مستر. Championship هي بطولة. لكن الشامبيون بطل. الشخص اللي بيفوز بالمسابقة. بالكاس او بالميدالية. Champion. لكن championship البطولة. The person who wins a competition اسمه ايه؟ Champion. Synonym يعني مرادف. المعنى نفس المعنى. Achievement بتساوي كلمة ايه؟ Success او Victory. Achieve يحقق او ينجز. Manage to يحقق او ينجز او يتمكن من. Older اكبر سنا. Elder. Clear obvious. Modern new difficult hard. طيب بالنسبة للانتنم او الاوبزيت ما هما الاتنين واحد. انتنم او اوبزيت. Achievement failure او defeat. Achieve, fail, lose, miss. Older, younger. Clear, unclear. بنضيف لها ايه؟ prefix. بداية بضعها في الاول. Modern, very old طبعا. او ancient. Difficult, easy. Prefix يعني بداية. Prefix بداية في اول الكلمة. لكن كل اللي موجود عندنا النهاردة suffix. يعني suffix نهاية بضعها في الكلمة علشان اغير نوعها. يعني هنا عندنا كلمة practice يتدرب. ممكن اضيف لها ing تبقى practicing تدريب. play يلعب اضيف لها er تبقى player. معروف طبعا زي sing singer يغني مغني. بيك يخبز. بيكر خباز. تيتش يدرس. تيتشر مدرس. ليرن يتعلم. ليرنر متعلم. خلي بالك كوك يطبخ لكن كوكر بوتاجاز مختلفة. ممكن اغير من اسم الى صفة باضافة ايدي. ايوه زي كلمة ايه؟ تالنت. تالنت يعني موهبة. تالنتد موهوب. ممكن اغير من verb الى noun من فعل الى اسم. ايوه باضافة ايه؟ ment. achieve achievement. ممكن اغير من adjective صفة الى adverb حال باضافة اللي واي. clear clearly. happy happily. sad sadly. فاكرين يا ابطال؟ تعال مع بعض نشوف تحدي الابطال. يلا اختار وشوف الاجابة الصحيحة. number one. that's a great achievement. the antonym of achievement. عكس بقى كلمة انجاز فشل. excellent يا ابطال. to get the noun of the verb play. عايز احصل على الاسم من play. er player. the opposite of the word younger. Yes, هستخدم ايه؟ older. excellent يا ابطال. we form the noun. بنكون الاسم من الفعل achieve. عارفين طبعا achieve بتتحول تبقى achievement. يبقى بضيف لها نهاية ment. the synonym of the word clear. معناها ايه؟ you are so excellent. انا بحبكم جدا يا ابطال.
تعليق جميل منك علشان نكمل. خلي بالك عندنا حاجات صغيرة شوية شوية نوتس كده ملاحظات. at the age of يعني aged في عمر. تعال نشوف الجملة الجميلة اللي عندنا. بيقول لنا my grandpa died at the age of 65. معنى جدي مات في عمر 65 سنة. ألف رحمة ونور علي يا بطل. هنا بقى ممكن أشيل at the age of واكتب مكانها كلمة ايه؟ aged. aged يعني عمره. coach مدرب رياضي، او حافلة شبه الاتوبيس يعني ايوه، او عربة في قطار على حسب استخدامها اعرف معناها. حسام حسن is a football coach. طبعا حسام حسن مدرب المنتخب، هو مدرب كرة القدم. he took a coach to the cinema. زي ما اقول he took a bus to the cinema، حافلة كبيرة. he had a seat in the first coach of the train. هنا معناها هو كان مع مقعد في العربة الاولى من القطار. talent. talent دي موهبة، نوعها نون. talent for يعني موهبة لي. باسم has a special talent for tennis. yes زي ما زميلنا عمر has a special talent for football. yes محمد صلاح has a special talent for football. talent موهبة، لكن لما اقول talented adjective talented at موهوب فيه. we all admire كلنا معجبين مستر ايمن has very talented at teaching English. هو موهوب في تدريس اللغة الإنجليزية. talented at. talented at يعني موهوب في، لكن talent for موهبة فيه. تعال نشوف كده مع بعض التعبيرات المهمة وحروف الجر. what an achievement. يا له من إنجاز. work hard يعمل بجد. في عندنا اختصار جديد ITTF معناها ايه؟ الاتحاد الدولي لتنس الطاولة. طبعا الاي اختصار لكلمة انترناشنال، دولي. تيبل تنس تنس الطاولة. فيدريشن فيدريشن اتحاد. يس سينس ذن منذ ذلك الحين. كام ترو كام ترو يتحقق، كلمة مهمة جدا جدا جدا. كام ترو. yes our dreams came true أحلامنا تحققت. come true. even if حتى إذا. the road is difficult حتى إذا كان الطريق صعب. never give up أوعى تستسلم يا بطل. احفظ كلمات هتستفاد، هتستفاد في مستقبلك. مرحلة الإعدادية مرحلة الثانوية هتستريح كتير. play against يلعب ضد. step by step خطوة بخطوة، لازم نبدأ خطوة بخطوة. دايما بيكون المشوار في أوله صعب يا أبطال. قول إعدادي لسه جديد عندنا، إيه كم الكلمات دي كلها؟ لأ يا حبيبي عايزين نأسسك مع مستر نصري، مفيش مستحيل. be back يعود ويرجع. stay at يبقى فيه. explain explain بمعنى يشرح ويوضح. explain something clearly يوضح ويفسر شيء ما بوضوح. حروف الجر يا بطل. in the end in the end في نهاية. can't wait to can't wait to. I can't wait to meet my friends. لا أطيق الانتظار حتى مقابلة أصدقائي. at the same time at the same time في نفس الوقت. at lunch time في وقت الغداء. تعال نشوف كده مع بعض يا أبطال النجم الصاعد مين النهاردة. A rising star A rising star. هنا جودة. when هنا جودة first started playing table tennis at the age of 4. ركز معايا كويس جدا وياريت تجهز قلمك معايا عشان تكتب الملاحظات دي. هنا when معناها عندما. عندما
أول مرة بدأت لعب تنس الطاولة كان عمرها كم سنة؟ 4 years. خلي بالك بعد start ing فاكرين من سنة 6 start to finish like enjoy ing. at the age of بتساوي ايه؟ aged. يعني ممكن نفس الجملة هقول when Hannah جودة first started playing table aged 4. كلام مظبوط. her talent for the sport quickly became clear. موهبتها للرياضة بسرعة أصبحت واضحة. however ومع ذلك خلي بالك دايما however بتيجي في نص الجملة بتربط بين جملتين فيهم تناقض. however وقبلها في full stop ركز كويس وبعدها في كومة دايما بتلاقيها كده يا بطل. however ومع ذلك there was a problem. كان موجود هناك مشكلة. the table was too high for her. الترابيزة يا أبطال كانت عالية جدا ليها. here ده عايد على مين؟ على هنا جودة. بدل ما أقول يا شباب هناء جودة بدل ما أقول for هناء جودة بقول يا شباب here. هنا ضمير عائد على مؤنث. what can we do؟ ماذا نستطيع أن نفعل؟ her coaches asked. المدربين بيسألوا seeing how much she wanted to play. شايفين قدامهم موهبة. بنت حابة تلعب عندها موهبة عندها 4 سنين في مشكلة. الترابيزة عالية جدا عليها مش عارفة تلعب. in the end في النهاية they made the legs shorter. هما جعلوا الأرجل قصيرة so that the table was lower. بعد كده الترابيزة بقت منخفضة. طب هنا زي عايد على مين يا أبطال؟ her coaches. yes المدربين. since then منذ ذلك الحين Hannah has improved year after year. اتحسنت سنة بعد سنة. and she amazed the table tennis world by her speed and focus. وكمان ادهشت العالم كله بسرعتها speed and focus تركيز. خلي بالك معاي ممكن يجي يقول لك هنا focus نوعها ايه؟ verb ولا noun؟ اترجم her focus تركيزها يبقى نوعها ناون. سبيد سرعة نوعها ناون. born on 12 فاكرين ايام الاسبوع بيجي معها on وهنا يوم من ايام الاسبوع يبقى لازم استخدم on. born on 12 December 2007. اتولدت في 12 ديسمبر 12 2007. Hannah became Egypt's youngest ever national champion. Hannah أصبحت أصغر بطل في مصر كلها in 2019 في 2019 at the age of 12 في عمر ال 12 سنة. من شطور يقول لي ممكن أشيل at the age واكتب مكانها إيه؟ aged. excellent يا أبطال. just one year later بعد كده بسنة she came top of the ITTF اختصار لإيه؟ الاتحاد الدولي طبعا لتنس الطاولة international table tennis under 15 women's world rankings تصنيف بتاعها هي بقت توب قمة. The first African أول أفريقية and Arab player وأول لاعبة عربية Arab player لاعبة عربية to do so. Then in 2022 she won a top award. فازت بجائزة at the ITTF African Cup in Lagos. What an achievement. يا له من إنجاز.
The United Nations الأمم المتحدة chose Hana to take part in. خلي بالكم الأمم المتحدة اختارت هنا علشان تشارك take part in in شباب بلد a project in Egypt مشروع في مصر to help young people علشان يساعد الناس الشباب learn and connect in the world of work علشان يتعلموا ويتصلوا مع عالم العمل. Yes لكن يا أبطال مكملة لسه هناء جودة. Also يعني بالرغم من. Although Hana is still much younger than many of her opponents. بالرغم ان هناء لسه أصغر من كثير من المنافسين. She works just as hard as any older player. هي كانت بتشتغل بجد زي أي لاعب أكبر منها. She has also spoken about how important it is for her. وكمان اتكلمت عن ازاي وكيف الموضوع ورياضة انها تكون الاولى مهم جدا ليها. To take things step by step. لازم نبدأ نأخذ الاشياء اي حاجة قدامنا عايزين نتغلب عليها لازم نبدأها step by step خطوة بخطوة. Always learning دايما نتعلم and trying hard وحاول بجد to achieve her victories طبعا هي حاولت وانجزت الكثير من الانتصارات. Hana really enjoys practicing for long hours every day. هنا بتستمتع بالتدريب لمدة ساعات كل يوم. هو عمل صعب طبعا ومتعب. هي متعبة أكيد والعمل كله تعب بالنسبة لها ولكن she enjoys بتستمتع even if حتى إذا it is hard work حتى لو هو عمل صعب. She is showing young people in Egypt بتبين وتوضح للناس في مصر that not only is it possible to make your dreams come true ليس فقط انه من الممكن ان احلامك تتحقق but you can also enjoy the journey ولكن ممكن ايضا تستمتع بالرحلة even if the road is difficult حتى لو الطريق قدامك صعب حتى لو الطريق قدامك صعب ممكن تحقق احلامك وكمان تستمتع برحلة تحقيق الحلم حتى لو الطريق صعب. يعني لو عندك مشكلة في المذاكرة حاول تحلها. عندك حاجة بتضيع وقتك حاول تحلها وتبعد عنها. النجاح بيبدأ بخطوة يا بطل. لازم كلنا نبدأ step by step. مفيش حاجة هتوقفنا على حلمنا. كلنا لازم نحقق أحلامنا. اللي حابب يبقى مهندس يبقى دكتور. Step by step خطوة بخطوة يا بطل Even if the road is difficult حتى لو الطريق صعب ابدأ خطوة خطوة The moral of the story هو ايه المغزى من القصة Don't let difficulties stop you لا تدع الصعاب توقفك From achieving your dreams من انجاز وتحقيق حلمك اكتبها كده يا بطل حطها قدامك انت وبتذاكر Don't let difficulties stop you. لا تدع الصعوبات توقفك from achieving your dreams من تحقيق أحلامك. يلا مع بعض يا بطل ونشوف إزاي نكتب الإيميل. فاكرين الموضوع بسيط. هنبدأ بمين from to إلى مين subject. ممكن أبدأ بto بعد كده from عادي ما فيش مشكلة. From الراسل وليد to المرسل إليه أشرف subject الموضوع عن إيه my summer الصيف. Hi أشرف تحية الأصدقاء. Hope you and your family are okay. مقدمة جميلة ممكن نستخدمها. Hope you and your family are okay. أأمل إنك أنت وعائلتك كويسين. We're all fine. كلنا كويسين.
I am back at school this week after the summer vacation. هنرجع للمدرسة في الأسبوع ده بعد العطلة الصيفية. The summer vacation was good. العطلة الصيفية كانت جيدة. But I am happy to be back at school now. ولكن أنا مبسوط إن أنا أرجع للمدرسة الآن. I can see all of my friends. طبعا لما أعود المدرسة هشوف كل أصدقائي. And it's good to learn something new. It's good. من الجيد to learn something new. إن أنا أتعلم شيء ما جديد. Every day again. كل يوم مرة أخرى. BTW. أيوة فاكر بتاعت إيه؟ Yes. By the way. بالمناسبة. By the way. I learned quite a lot in the summer vacation. تعلمت إلى حد ما. Quite. But I didn't learn. لم أتعلم the things you usually study at school. ولكن أنا مش بتعلم الحاجات اللي أنا بتعلمها في المدرسة. المدرسة مهمة جدا يا أبطال. Instead. بدلا من I volunteered. تطوعت. To teach adults علشان أعلم الناس البالغين to read and write in Arabic علشان يقروا ويكتبوا باللغة العربية. I learned how to explain. كمان تعلمت إزاي أشرح الأشياء clearly بوضوح. جميل جدا جدا إن الطالب يعلم أي حد بالغ. أيوة يا أبطال ممكن ناخد مجموعة من الناس الكبيرة اللي ما تعرفش تقرأ ما تعرفش تكتب ونعمل لهم فصول زي ما زميلنا وليد عمل كده بالظبط. جمع مجموعة من البالغين علمهم how to read كيف يقروا how to write in Arabic. I learned how to explain things. دي مهارة مهمة جدا جدا طبعا بنتعلم ازاي نشرح. I think that will be useful to me. هيكون مفيد ليا. Now we're back to school. الآن احنا راجعين للمدرسة. Of course I also had some fun in the summer vacation. طبعا يا شباب انا استمتعت في العطلة الصيفية. I often helped my dad in his workshop. انا غالبا ساعدت بابايا في الورشة workshop. We both enjoy playing ping pong. كمان انا استمتعنا اكيد انا وبابايا بنلعب بينج بونج. So we decided to make a ping pong table. قررنا ان احنا نصنع مع بعض ترابيزة بينج بونج. It was hard work. كان عمل صعب جدا. But we were very happy. في اختصار لفيري. Yes. اختصار لفيري. We were very happy with the table when it was finished. لما انتهت طبعا وكوننا الترابيزة كنا مبسوطين جدا جدا. We were able to play ping pong every day for the rest of the vacation. Rest يعني باقي. How was your summer? فاكرين TTY? Yes. شوف الاختصار ليه واكتبها لي في التعليقات. وليد هو اللي راسل الايميل. يلا يا ابطال نحل مع بعض تدريبات بيج 51. Choose the correct answer. I came first in the competition. What a. Yes. وصلت المركز الاول في المسابقة. يا له من انجاز. Achievement. Players should respect their. Who play against them? اللاعبون يجب أن يحترموا منافسينهم اللي بيلعبوا ضدهم يا أبطال. Always دائما on your goals على أهدافك. And do your best افعل ما في وسعك to achieve them. Focus ركز على أهدافك وافعل ما في وسعك لتحقيقها. She can do all math sums. ممكن تقوم بكل العمليات الحسابية. She has a موهبة talent for math. عندها موهبة
في الحساب. Her advises her to practice for long hours. نصحوها انها تعمل ايه؟ او نصحها انها تتدرب لساعات طويلة كل يوم to go to the Olympics علشان تروح الاولمبياد. كوتش طبعا المدرب. Hannah became Egypt's youngest ever national champion. طبعا بطلة. She won a top at the International Table Tennis Federation African Cup in Lagos. Award جائزة قيمة طبعا. What does Hannah have that help her succeed? Qualities سمات اللي عندها ايه؟ The runner ran at a great speed طبعا بيجري بسرعة عظيمة. So he came first وصل المركز الأول. She was when she won the first award in the competition مندهشة طبعا amazed. A or an is a thing that someone has done very well. Achievement إنجاز صنعناه بطريقة جيدة جدا. Means to give special attention. Special attention اهتمام مميز. Focus. Our successes in competitions. Victories النجاحات في المسابقات. Victories. It is possible to make your dreams تتحقق أحلامك من الممكن come true. She works to achieve her goals. هي تعمل hard بجد لكي تنجز وتحقق أهدافها. My father stopped working at the age of مش موجودة يا مستر يبقى استخدم aged. At the age بس مش هتنفع. At the age of ازاي اكتب الايميل فاكرين؟ From اروح كاتب اسم الراسل واكتب الحساب بتاعه. بعد كده الحساب لازم to الى المرسل اليه subject الموضوع تحية هاي والاسم مقدمة hope you and your family are okay الموضوع بناء على اللي بيطلبه مني. بعد كده اختم how was your vacation او اي سؤال how about you وفي النهاية التوقيع باسم الراسل. لغة رسالة البريد الإلكترونية غير رسمية في طريقتين يا بطل ممكن نستخدم بيهم. ممكن ما نستخدمش اي قبل الفعل علشان اتحدث على مشاعرك hope you and your family are okay ما قلتش I hope you yes. ممكن نستخدم الاختصارات زي ما احنا قلنا من شوية في وهكذا يا بطل. يلا نحل مع بعض تدريباتنا page 55 ready. السؤال الثاني complete the following dialogue اقرأ الحوار وافهم المعنى هتحل صح. Sally is asking Rehan about her favorite sport. بيتكلموا مع بعض على الرياضة المفضلة. What are you doing? What is the article about? Article يعني مقال. يبقى هي بتعمل ايه؟ ممكن بتقرا او بتكتب مقال. I am reading an article. What is the article about? عبارة عن ايه المقال؟ Great, I like sports. يبقى المقال عن ايه؟ Sports. It is about sports. خلي بالك واقرأ كويس الإجابات موجودة من خلال فهمك للمحادثة. Great, I like sports. سالي سألت سؤال إجابته my favorite sport is tennis. What is your favorite sport? ما هي رياضتك المفضلة؟
سالي سألت سؤال إجابته I started playing it at the age of 7. بدأت لعبها في عمر 7. يبقى ممكن أقول when did you start playing it, when did you start playing it, how often, كم عدد المرات, always, sometimes, never, usually, once a week, twice a week. بس ممكن نكتب إجابة كاملة I practice it every day, once a week, I always practice it. Choose the correct answer from A, B, C, or D. I enjoyed the to Aswan and Luxor last winter. استمتعت بإيه؟ Journey طبعاً الرحلة. Don't give up. أوعى تستسلم. Try to achieve your. حاول تحقق goals. مفيش goals. Dreams أحلامك. Good teachers have the to explain hard things clearly. المدرسين الكويسين بيشرحوا لك الأشياء الصعبة بوضوح. Talent موهبة طبعا. We didn't مفترية قوي. Didn't فعل بدون إضافات بدون ing بدون s فعل في المصدر. When you can great success if you work hard. Achieve طبعا تحقق وتنجز نجاح عظيم لو انت عملت بجد. How space did you meet your friends? Sometimes في الإجابة, always في الإجابة, usually في الإجابة, often في الإجابة, never في الإجابة. يبقى السؤال بإيه؟ How often, كم عدد المرات. Are the people you play against, أحفظناها منافسين طبعا. Don't let, لا تدع, stop you from achieving your dreams. لا تدع الصعوبات. Don't let difficulties. What أنا achieve in 2022, ده في الباست طبعا. Did في الماضي طبعا. My team will play ضد يعني against. يلا يا أبطال complete the sentences with the correct form of the words. Did you, لسه قايلك did المفترية, يبقى achieve. He always feel excited when he read about famous people. اوعى تقول لي feels, ازعل منك. هنا في الماضي, عرفت ازاي؟ هنا في read الماضي من read, ما هما الاثنين نفس الشكل يا مستر. اعمل ايه؟ بص خلي بالك معي, ركز معي. هنا في مين؟ he. لو قال لي reads, لو قال لي reads كنت قلت لك feels صح, لكن ما دام قال لي read يعني فعل ماضي, يبقى لازم الجملة تبقى ماضي. وتقول ايه يا شباب؟ ايوه. اوعى تقول لي فيلز, هقول لك غلط. لازم اقول لك ايه؟ ايوه. ايه الاجابة الصحيحة؟ مين هيقول لي؟ فيلت اف اي ال تي. هاو ماني ديد يو بلاي سبورتس؟ هاو اوفن طبعا. هاو ايه؟ How often, عشان في twice a week. He sent usually, ترتيب غلط. He usually sent. يلا مع بعض نتأكد من الإجابات الصحيحة. He always felt. ليه felt؟ علشان read يا مستر في الماضي. اوعى تقول لي feels, أزعل منك. أيوة أنا كتبتها لك علشان إيه؟ تركز معي. How often, usually sent. مستر نصر loves you so much. ما تنساش سبسكرايب, فعل الجرس الكل يصلك كل جديد. عندنا مراجعة شيقة على يونت 1, استعد. ممكن تبعتلي على رقم الواتس 012-790-60445. هدخلك في جروب مجاني مع مستر نصري, مفيش مستحيل.